السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعتبر مهنة راعي الأغنام من المهن التي يتناوب عليها من يرعى الأغنام والماعز. الراعي هو الشخص الذي يتخير أجود وأوفر المراعي، ذلك الاستفادة من اللحوم والألبان وبيع الخرفان والشياه. تعد مهنة الراعي من أقدم المهن التي عرفها الناس في القديم. كان آدم أول من راعى الغنم على وجه البسيطة، وجاء من بعده ابنه هابيل. الراعي دائما ما يبحث عن أرض يوجد بها الكلأ والربيع والماء. في السنوات الأخيرة عرف المغرب موجة من الجفاف والحر الشديد. دائما ما نرى أن الحياة الراعي مرتبطة بتساقط الأمطار، لأن غيابها سيؤدي إلى شراء العلف. العلف ثمنه غالي ومكلف. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا هنيئا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا، اللهم اكرمنا واسترنا وارزقنا واحفظنا يا رب العالمين.